دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير دكتور عمرو، ازي حضرتك؟ الله يخليك دكتور. يعني فيما يتعلق بتجارة البيانات، اشرح لنا الأول القانون صدر ازاي وصدر ليه وليه لائحته التنفيذية لغاية دلوقتي يعني لم تنفذ. طيب، يعني استاذ عمرو، طبعا خلينا متفقين انه البيانات الشخصيه النهارده هي اهم سلعه موجوده في العالم، ويمكن حضرتك تناولت قبل كده في حلقات سابقه فكره مواقع التواصل الاجتماعي وكيفيه استخدامها لبياناتنا الشخصيه في تحليل صحيح. سلوكنا ومعرفه اتجاهاتنا وخلافه. صحيح. وطبعا يمكن كمجتمع احنا بنعاني الحقيقه من كم المكالمات والرسائل اللي بتجيلنا باغراض التسويق، سواء كانت التسويق العقاري او الحشرات او كروت التخفيضات او خلافه. يعني يمكن ده الصورة البسيطة من فكرة البيانات الشخصية، إنما الحقيقة لما بنيجي نبص على الموضوع بشكل أوسع هو ليه بعد استثماري واقتصادي الحقيقة كمان في غاية الأهمية والخطورة. وإحنا بنتكلم الحقيقة على إنه مصر تبقى هب لصناعة تكنولوجيا المعلومات وممر رقمي عالمي، وده توجه الحقيقة يعني رئاسي، فخامة الرئيس أشار إليه أكتر من مرة في أكتر من لقاء إنه عايزين مصر تبقى ممر رقمي عالمي يمر منها البيانات عبر الشرق والغرب. الحقيقة ده عشان يتم لازم يبقى عندنا قانون بينظم مسألة البيانات الشخصية، بينظم جمعها ازاي، بينظم تحليلها ومعالجتها والتعامل معها بأي طريقة. يمكن العالم الحقيقة ابتدى ينتبه للقصة دي مع ازدياد الاعتمادية على الانترنت وازدياد الاعتمادية على تكنولوجيا المعلومات وعمليات التحول الرقمي الكبيرة اللي بتتم في العالم، والتطبيقات المختلفة اللي أصبحت إنها بتجمع بيانات شخصية عن المستخدمين بشكل واسع جدا. القانون الحقيقة متواكب مع كتير من التشريعات الدولية في المسألة دي، وخصوصا مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية. الفكرة في انه النهاردة اي شركة من الشركات الكبيرة لو عايزة تيجي تعمل مركز بيانات، لو ما فيش قانون هو مش هيقدر انه يجي يستثمر في القطاع دوت. حتى الشركات اللي احنا يعني ليها زراع تصديري في منطقة الاتحاد الاوروبي او ليها انشطة تجارية واقتصادية مختلفة في الاتحاد الاوروبي، بيبقى محظور عليها انها تتعامل في بيانات المواطنين الاوروبيين الا لو كان عندنا قانون، او انهم هيضطروا انهم يبقوا ملتزمين بالقوانين الخاصه باوروبا، ودي طبعا عقوباتها اكبر بكتير والالتزامات فيها اكبر بكتير. وبالتالي اصبح من المهم على كل الكيانات الاقتصاديه والاجتماعيه المختلفه اللي موجوده بما فيها الجهات الحكوميه، ازاي تقدر انها تحط يعني قواعد للتعامل مع البيانات دي، سواء من حيث حقوق المواطن، انه المواطن النهارده من حقه انه يبقى عارف بياناته موجوده فين، بيتم جمعها ليه، او يعني الناس اللي بتحصل عليها كشركات بتحصل عليها ازاي. تمام، من حقه كمان انه يمسح بياناته لو موجوده في جهه هو ما بيتعاملش معاها، من حقه انه ما يستقبلش رسائل تسويق الكتروني الا بموافقته. تمام، وفي طب ده امتى ده هيتم يا دكتور محمد؟ طيب، هو الحقيقه القانون صدر في يعني يوليو 2020. القانون كان بيتكلم على مده لاصدار اللائحه التنفيذيه، اعتقد انه يعني التطبيق هيبتدي يتنفذ مع صدور اللائحه التنفيذيه للقانون. وساعتها يعني نقدر نحمي نفسنا من هذه الرسائل، من هذه الاتصالات اللي بتجي لنا يوميا، بتجي لمعظمنا يعني يوميا. هو يعني خليني برضو أقول لحضرتك على حاجة، فكرة إنه نحمي نفسنا من الرسائل دي، أعتقد إنه هيبقى في يعني فترة المفروض إنه الشركات، ودي بقى يعني نقطة مهمة جدا عايز ألفت ليها النظر من خلال برنامج حضرتك، إنه
للأسف الشديد أنه كتير من الشركات بتستبيح البيانات الشخصية الخاصة بعملائها أو المواطنين بشكل أساسي، وبتتعامل بيها بدون أي ضوابط. ومن هنا الحقيقة بتيجي أهمية توفيق أوضاع هذه الشركات مع التعامل مع البيانات الشخصية، أن الناس تبقى عارفة أنه ما ينفعش أنه بيبعت رسائل بدون موافقة، ما ينفعش أنه يبقى بيحلل سلوكي واتجاهاتي بدون ما يبقى بيقول لي أنه بيقوم بعمليات المعالجة بالطريقة دي. يعني في هذا الخصوص أنا بحيي الزملاء في جريدة الأهرام لأنهم عاملين تحقيق رائع النهاردة عن تجارة البيانات، كل التحية والتقدير والشكر الجزيل للدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي. شكرا جزيلا فضل.